انا سالت عليك حماك حسين فهمي. حسين فهمي كنت بخاف اسلم عليه واوسخه والله في الاول. يعني اختلاف حضاري كبير. يعني انتوا يعني احمد فهمي وكريم فهمي وحسين فهمي وصف فهمي ده يعني احنا جنبهم شباشب شكلا يعني. لا 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 ما تقولوش طبعا. وبعدين انتوا لا واحده كده ازاي بس ما تقولوش كده. من اجل يعني بصي في ناس كده رموز في السينما المصريه كشكل بتتكلمي في اتنين مش يعني احنا اتظلمنا ان احنا اسمنا فهمي على فكره وراهم يعني. اصل دول اللي اخترعوا فكره الجان يعني هم اللي ما كانش في حاجه اسمها كده اصلا. حسين فهمي ده اول واحد جه شكله عمل كده بس هو راجل لطيف جدا جدا. هم ليه قالوا بقى ان هو كان ما كانش موافق انك تتجوز بنته خالص؟ ده كل ده هو نفى. هو قال الكلام ده مش مظبوط خالص. وقال كلمتين حلوين في حقك. لا خالص خالص ده بالعكس. احنا ده حتى القعده اللي تقدمت له فيها ما خدناش نص ساعه. راجل لطيف جدا وخالص هو. بس احنا كان في ساعه الجواز يعني كان في بقى اجتهادات كتير على النت والحاجات والاخبار وفاتي كتير ومش عارف ايه. وحسين فهمي ما فيش اي حاجه اصلا. ده بالعكس من ساعه ما تقدمت لحد ما كتبنا كتاب. يعني احنا ما عملناش فرح، احنا كتبنا كتاب واتجوزنا على طول. ما بينهم ايه مثلا 10 ايام او حاجه.